معانا على الهاتف الفنان الكبير سامح السريتي. اهلا استاذ اهلا سامح، مساء الخير واهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، اهلا بيك. اهلا اهلا. تحب تقول ايه او خلي اللواء احمد ناصر يستقبل التليفون؟ اتفضل. يا فنان جميل، يا كبير في كل حاجه، كبير في القلب وكبير في المقام وكبير في الاداء، والحقيقه يعني مزاملتك ومصاحبتك بتضيف لاي حد في الدنيا وخصوصا انا. يعني كل الصفات اللي انت قلتها دي يعني جزء بسيط جدا من بعض ما عندكم. استغفر الله يا حبيبي، ربنا يخليك، ربنا يبارك انت فيك. راجل صديق، وفي كل المحافل انت بتشرفنا ورفع رايه مصر، وقلبك مليء بحب الوطن، وانا شاركتك في احداث كتير وفي سفريات كتير وفي دورات رياضيه كتير، وشفت سلوكك المثالي كقدوه وكاداره. يعني انا سعيد بيك، سعيد بصداقتي بيك، طبعا صداقتي طويله جدا، وسعيد بنجاحاتك لانها نجاحات مش شخصيه، نجاحات بتنعكس على بلدنا وعلى وطننا في كل المحافل الدوليه اللي بتمثلنا فيها. الحمد لله، ميرسي، وانا بتشرف بيك. وطبعا الفنان الكبير الاستاذ سامح السريتي طبعا هو احد سفراء الثقافه الرياضيه، واخونا العزيز السيد الاعلامي الكبير الاستاذ اشرف محمود، والاعلامي الكبير الاستاذ ايمن بدره، عاملين حاله مع الفنان الكبير الاستاذ سامح السريتي. والحقيقه في اي حته احنا بنفتخر بوجوده، مش بس كفنان وان الناس بتحبه، لا، لثقافته واضافته لما بيكون موجود. حصل ده في الجزائر، وازاي هو ده الكيان اللي حضرتك بتقول ان في زماله بين حضرتك وبين الفنان الكبير سامح السريتي من خلال هذا الكيان اللي حضرتك اشرت اليه، ولا في مراحل سابقه؟ لا طبعا بتشرف، لا انا اعرفه طبعا قبل الثقافه الرياضيه بفتره طويله يعني، وبيننا وبين بعض عشره حب، والحمد لله ما فيهاش اي نوع من انواع المصالح الا في ربنا سبحانه. طب خلينا نسمع راي النجم الكبير سامح السريتي ونرجع لحضرتك سريعا. استاذ سامح، هل بيسعدك نجاح الكوادر المصريه اللي بتصل لنجاحات دوليه وتتخطى النجاح على المستوى الداخلي او المحلي فقط؟ وهل الدوله مطلوب منها تعمل اكثر على تزكيه هذه الكوادر واتاحه مساحات اكبر من الصلاحيات لها بدعم الحكومه المصريه؟ بالتاكيد، لان دي كوادرنا، يعني دول اللي بيمثلونا بره. بس هي المساله مش اي حد طبعا، مش دعم اي حد داخل، دعم الكفاءه، لان ده بيحمل اسم مصر. إذا كان هناك كفاءة بتتقدم لتحتل أي مكان على المستوى الأفريقي أو على المستوى العربي أو على المستوى العالمي، لابد من دعم الدولة ليها إذا كانت كفاءة، لأنها بتبقى ذراع من أذرعة الدولة، وفي نفس الوقت بتبقى صورة وبتبقى زي ما تقول عنوان لتحضر مصر ومكانة مصر. عشان كده مهم اختيار الكوادر نفسها، مش اي كوادر، ان يكون كادر حقيقي، ان يكون يتمتع بكفاءة تدعمه الدولة اذا كان بيحتاج لدعم الدولة. بلا شك، لان احنا في الاخر كشعب بنتشرف بيه وبينعكس نجاحه علينا كلنا. فطبعا دي مش عايزة كلام، وبتبقى كل دي اذرعتنا بره، كل دي قوة من قوانا النعمة اللي بنحتل بيها قلوب في العالم، وبنحتل بيها مناطق في العقول بلا شك، وفي كل المحافل الدولية. يعني لما الواحد بيشوف حتى التفاف المصريين في أي دولة، هم قاعدين بيتفرجوا على ده وشايفين علم مصر بيعدي أو طابور العرض، شوف اللي انت بتعمله في المواطن المصري اللي عايش بره ايه، واللي انت والصوره اللي انت بتنقلها ايضا لكل المشاركين والمشاهدين، لا شك انها يعني قوه لابد من دعمها بشكل دائم. الاعمال الفنيه، قبل ما نختتم الحوار مع حضرتك او مشاركتك معنا في الحوار، اللي بتعمل عليها حاليا او اللي هتقدمها لنا في الفتره الجايه؟ والله انا هو اهم من الاعمال الفنيه الحقيقه، في عمل مهم جدا 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 داخله لواء احمد ناصر، يعني لابد من، وخاصه تحت رعايه السيد الرئيس
واشراف الدكتور اشرف صبحي وهو مكافحه الفساد الرياضي. نعم. ده مؤتمر مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لان احنا بس عايزين نكون مستعدين له من الناحيه العلميه. نسبه الفساد الرياضي على المستوى الافريقي قد ايه؟ وهنخرج بتوصيات ونقيس نسبه الفساد السنه الجايه قد ايه عشان نعرف قد ايه كان مؤثر فيها. اما بالنسبه للاعمال الفنيه فانا بحب ان شاء الله، هو في طبعا عمل فني انا بقوم بتصويره دلوقتي، بس انا بحب ان انا ايه يعني اطلع بيه على طول على المشاهدين اكتر من اني اتكلم عنه. معلش دي استثناء عشان خاطر اللي هو احمد ناصر ومشاركه حضرتك معانا النهارده. هو مسلسل الحقيقه عدده 60 حلقه، ولكن ايه فتح مجال اخر بالاضافه الى انه هيتذاع على قناه من القنوات الفضائيه، لكنه مسلسل من اللي هيتذاع على المنصات الرقميه. وده مجال جديد للاعمال الدراميه، مساحه اكبر هتستقبل وتستوعب الفن المصري ان شاء الله. موفق ان شاء الله الفنان الكبير الاستاذ سامح السريتي، شكرا، موفق في تجربتك القادمه ان شاء الله، وسعداء جدا بمشاركه حضرتك معنا في الحوار. شكرا جزيلا لك.